مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه صدار البيضاء. في هذه اللحظات كيف ما كتبعوا معنا في القنطره اللي ما بين حي القدس ومنطقه الازهر بسيد البرنوسي، هذه المنطقه اللي درنا فيها مجموعه من اللايفات على انعدام الاناره بالخصوص في هذه القنطره هذه. الحمد لله بعد لايفات شوف تي في تم تدخل المسؤولين ورجعت الاناره العمومية لهذه القنطرة اللي كتعرف حركية كبيرة خاصة للراجلين ولا كذلك للسائقين للسيارات ولا كذلك الدراجات للهوائية ولا كذلك النارية. إذا كيف ما كتتابعوا معنا الآن في هذه اللحظات الإنارة العمومية اللي كانت منعدمة في هذه القنطرة وهذا المكان هذا بالضبط. كنا كنجيو هنا باش نديرو لايفات باش نبهو المسؤولين، الحمد لله بعد لايفات شوف تي في تم التدخل ديال المسؤولين ورجعت الإنارة العمومية لهذه القنطرة. إذا مزيان في هكا صراحة بكل صراحة يعني زوين باش كتشوف استجابة المسؤول، يعني بعد ما كدار واحد اللايف وكيتم التنبيه ديالو أنه راه كاين واحد المشكل في واحد البلاصة، فشي حاجة زوينة فاش كيكون واحد التفاعل من عنده باش يتم التدخل وترجع الإنارة العمومية ولا كذلك مجموعة من المشاكل اللي كيعيشوها المواطنين. اذا كيف ما كتبعوا معنا مشاهدينا الان مازال متواصل معكم هذا المباشر من منطقة سيد البرنوصي ما بين حي القدس والأزهر، هذه القنطرة هذه اللي الرابطة والفاصلة ما بين هاد الجوج ديال المناطق. كيف ما قلت لكم شيء جميل اللي تشوف تدخل ديال مسؤول باش يعني ملي يكون شي مشكل اللي كيعانيو منه المواطنين، وهادي شي حاجه مزيانه نشوفوها في بلادنا. حنا هذا هو الدور ديالنا، لان كما كتعرفوا شوف تي في في قناه الشعب وصوت من لا صوت له. كيف ما كتبوا معنا الان مشاهدينا من منطقة سيد البرنوصي في القنطرة الفاصلة ما بين حي القدس وحي الازهر، إذا كيف ما كتبعوا معنا مشاهدينا الآن هذا المباشر من القنطرة الفاصلة ما بين حي القدس وحي الأزهر بمنطقة سيد البرنوصي اللي رجعت لها الإنارة العمومية بعد مجموعة من اللايفات اللي قمنا بهم في هذه البلاصة.